شلون هم شباب جينكي؟ أني هوميو يواي سفير اليابان بالعراق. الدنيا كلش حارة هاي اليومين، بس إن شاء الله ما يكون الصوم تعبكم هواية، لأن باكر لعبة كلش مهمة بين سامراي الأزرق وأسود الرافدين بتصفيات آسيا لمونديال 2018. بصراحة صعب علي أقرب منه أشجع، لأني أخوكم والعراق هو بلدي الثاني، وحب التوبة من الأشياء اللي تجمع بين اليابانيين والعراقيين، ولذلك خلونا خبنا يشجع المنتخبين ويتمنى يقدمون أفضل ما عندهم حتى يشاركون بكأس العالم. إذا إلى زير الأسود راح أكون أني أول المهنين، وإذا كانت أصوات السمراي أعلى أتمنى تنتوهم دعمكم بلعباتكم جاية ويا أستراليا والسعودية. على أي حال أهم شيء خلونا نتونس سوية بالمباراة باكر. جا ماتني، باي باي.